شنو كيضرك؟ قلب. الله يشافي. واش هاد الناس باقي الاضراب؟ باقي الاضراب. ايوا ايوا الله كيف على هاد الناس نحن شويه شويه. الناس مسكينات تجي توقف وتشد النوبه. كاين اللي جايبها 300 كيلومتر ربعين. اه هما هادو من واد زم. هادوك هما جايين من دكالة. من برشيد من دكالة. من كاي بلاصة. منين جيت يا شريف؟ أنا من هنا من الدار البيضاء. صافي عادي عندهم يقولوا لك سير راه كاين الإضراب. صافي بحال اللي ما عندهم حل. بحال اللي ما كاين والو. كيتسوقوك شاد الناس. لا لا. الله يهديهم هاد الحكومة ما كتشوفش. اللي بغى يموت يموت. موت. بحال سرق زيد ديزا كاين الحالات مستعجله اللي خص ضروري الطبيب يشوفها. دخلتي تمرضي صحيحه تمرضي. دابا هاد الوليد هذا جاي باش يسواني مهرس ثلاثه الورسات. الشيء اللي دخلتي قلت لك دابا وشتي الحاله اللي كاينه تمرضي انت صحيحه تمرضي. الله يشافيك اخويا الله يشافيك. كاين اللي ما عنده المؤشر طالع. انا ما طالع ما داروش. علاش طالع عندك المؤشر؟ اش عندك؟ ما عندي والو. الله سبحانه وتعالى. ما عندي والو. وعلاش طالع المؤشر؟ دابا عندي ثلاثة العروق بدا القلم محبوسين ليا دوزت البارح قال لي 7 المليون. 7 المليون؟ هاك 7 المليون. الكلينيك قال لي 7 المليون. الكلينيكات هادشي ديال الملايين يطيروا فيهم. 7 المليون. تيقول لك 7 و10 بحال لا كيقول لك 3000. بحال يقول لك 1000 ريال. يعني جينا دابا لهنايا حنا لقينا والو. لا كاين اللي ما عندوش ما يوكلش الدراري. هو يمشي عندو الكلينيك يقول لك 7 12 15. بحال زعما راه كيدوي معاك على شي حاجه حتى اللي كلينيك خاصو يدير الاضراب حتى هو ما يخدمش واش ديال الدوله اللي لا وهذوك راه خصك تعرف ان كاين بعض الاطباء ديال الدوله اللي دايرين الاضراب خدامين في كلينيكات خدام هذا اللي داير لك هنا اضراب راه ماشي الكلينيك وخدام انا الطبيب اللي دوزت عنده البارح خدام هنا وخدام في كلينيك وعنده عياده هو هادشي اللي قلت لك راه ديال الهضره اللي قلت لك راه خدام هنا وخدام في كلينيك وعنده عياده والاضراب ونربي كبير نهار اللي غنمشيو لذاك الشبر غنمشيو كلنا بحال بحال هذيك الساعه